صباح النور رجاء، وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير. قصتنا لليوم تهديها إلى شيرين أبو عقلة. صحيح. إحنا حنستمع وتفضلي. حكايتي بلشت من 74 سنة تحديدا بهالشهر، شهر يلي أعلن فيه نشوء الكيان الغاصب على حساب شعب الفلسطيني واللي تشرد من أرضه وحصل فيه مجازر تعد ولا تحصى. هالشعب لما تشرد انتشر شوي، بقيوا بأرضهم شوي، راحوا على الضفة، على مصر، الأردن، سوريا، لبنان، على دول الجوار. من الناس اللي وصلوا على لبنان واستقروا بصيدا، مخيم عين الحلوة، طفل عمره 8 سنين. هيدا الطفل يلي جاي من شواطئ عكا، من حقول، من بساتين الليمون بيافا، من الناصرة، من الجليل، من الزيتون، ما قدر يتحمل الخيمة، ما قدر يتحمل الذل، ما قدر يتحمل كل شيء. بيوم حمل مفتاحه وحط ايديه ورا ظهره ومشي. ندهوله ارجع هلا بيقتلوك، ما رد، مشي. وينك رايح؟ مشي. وصار يمشي ويمشي ومنظره يتبهدل، حافي صار، ثيابه تخزقت، شعره توسخ، بس ماشي، ما عم بيرد على حدا. صارت الناس، في ناس تشفق عليه تقول له تاكل، ماشي، تعا نام عنا، ماشي. صارت الناس تقول يا رب ما أصعب وما أمر أيامه هالولد، أيامه أمر من الحنظل، بس ماشي، ما وقف. حتى تعرض للتنمر، صارت في ناس تشوفه تخبي ولادها، بس هو ماشي، ماشي أيام وشهور وسنين. والغريب يا سارة إنه هالولد ما كبر، ما كان يكبر. يمكن أنا بقول ما بده يكبر لأنه مصر يرجع يكبر بأرضه، ما بده يخسر طفولته بأرضه. وماشي هالولد، ومع السنين يعني أحيانا الناس بتحكي عنه، أحيانا بلشت تنساه، نسيوه. فجأة رجع الحديث عنه، طلع واحد قال له، خبر، قال أنا شفته بغزة. صرخ. تاني يوم واحد قال أنا شفته باللد، شفناه بالرملة، شفناه بعكا، شفناه بالناصرة. رجعت الناس تحكي. ليوم من هالأيام مجموعة واقفين شافوه ماشي من جنب جنين، وقفوه، طلعوا فيه، وينك رايح؟ شو عم تعمل؟ ما حكى. حدا اطلع لقى وراه حامل وردة. حامل وردة؟ وين حامل وردة؟ رفع راسه، قال لهم هاي الوردة لنجمة الصبح. هاللحظة ذهول، ذهول عم فيهم، حكي، نطق، حكي. نجمة الصبح؟ مين نجمة الصبح؟ قالوا نجمة الصبح اللي بتحكي حكايات، حكايات الحق والحقيقة، اللي رفعت صوتنا، اللي حكيت عن قهرنا، عن وجعنا. هاي نجمة الصبح، نجمة الصبح بأكد لكم بس تطلع وراها رح تشرق الشمس. وهني مذهولين مشي، بس صرخ حدا قال له وينك رايح؟ رايح بالعكس، من هون نجمة الصبح، نجمة الصبح بتطلع من القدس، وهونيك بالقدس. طلع على جبل صهيون، وهون بسمحي لي افتح هلالين سارة. جبل صهيون تسمى جبل صهيون من قبل أكثر من 700 سنة قبل الميلاد،
والحركة الصهيونية ما لها علاقة بجبل صهيون، بس حتى لتوضيح. وبجبل صهيون بعد ما فلوا الكل وصل عند نجمة الصبح، سلم عليها وقال لها: شيرين، أنا بسمعك من سنين، كنتي صوت الحق والحقيقة، أنتي وصلتي قهرنا ووجعنا لكل العالم وحكيت الحقيقة. شيرين حبيبتنا، شيرين لمن اختلوك حاولوا يختالوا صوتك. نامي مرتاحة شيرين، نامي وارتاحي وغمضي عيونك، أنا رح كون صوتك، وكتير رح يكونوا صوتك، صوتك ما رح يموت والحقيقة ما رح تموت. وقرب، قدم الوردة لنجمة الصبح ومشي، مشي رح يقدم ورود لنجوم عم تلمع وتلقلق بسما فلسطين، مشي وعم هو وعم يردد كلمات لشاعرنا محمود درويش: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، سيدتي فلسطين أم البدايات وأم النهايات، كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين، سيدتي لأنك أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. الرحمة لروح نجمة الصبح اللي كانت بتنقل الحكاية وأصبحت هي حكاية أيضا. تحية لروح الراحلة بالتأكيد شيرين أبو عاقلة اللي رحلت ربما هي، ولكن في كثير شيرين أبو عاقلة حيكملوا مسيرتها وحيكملوا اللي بدأت فيه، ربما ليس بروعة شيرين أبو عاقلة ولكن بنجرب. شكرا صوت جزيلا. صوت شيرين أبو عاقلة مثل ما قال حنظله ما رح يموت. صح. كلنا صوتها. صح. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا الحكواتية رجاء بشارة، شكرا جزيلا على هذه القصة الرائعة. شكرا لك. شكرا.